هنتكلم عنه النهاردة اسم أو مسمى الناس كلها ما بتحبوش، بالأخص الفتيات. حلقتنا النهاردة عن العنوسة. العنوسة قضية من أكبر ما يمكن بتواجه مجتمعاتنا الشرقية. يمكن خليني النهاردة هتكلم عن شوية إحصائيات طلعتها كده بسرعة عن مصر، مش هقدر أتكلم عن إحصائيات يعني لكل العالم العربي. أنا عارف إن عندنا مستمعين من كل الدول العربية، من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن السودان ومن ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والأردن وكل البلاد، ولكن سريعا هنتكلم عن مصر. كلمة عانس كلمة وحشة جدا، كلمة مؤذية، وبنات كتير جدا وصلوا سن الثلاثين لما بتذكر كلمة عانس في القعدة حتى لو مش متوجه لهم الكلام بيحسوا بجرح. يعني حتى لو قلت أنا هعمل حلقة النهاردة عن العنوسة وأنا أعرف بنات وأمارات وبنات ناس جدا ومن أنظف ما يمكن، ولكن وصلوا سن الثلاثين وما اتجوزوش، 27-28، كلمة عانس دي بترجعهم جرح كبير جدا. الإحصائيات يمكن الإحصائيات مش up to date قوي يعني، ولكن هي الإحصائيات بتقول إن المجتمع فيه حوالي 11 مليون بنت عدت سن الثلاثين، 2.5 مليون شاب عدى سن الـ35 وما تجوزوش. فدي إحصائيات مخيفة يعني، لأن الحدوتة بقى دمها تقيل. إحصائيات تانية بتقول إن نسبة العنوسة بتبقى، أو خلينا نستخدم اللفظ مؤقتا يعني بكل الاعتذار يعني عن اللفظ ده، نسبة العنوسة بتبقى أعلى في الحضر، بتوصل لـ38%. لو رحنا للأماكن الحدودية نسبة العنوسة بتنخفض شوية، بتوصل لـ30%. محافظات يعني الحدودية يعني وجه بحري وخلافه. أما بنتكلم عن الصعيد وبنتكلم عن البدو فالنسبة بتنخفض إلى 25%. بعض الجمعيات النسائية قالت إن كلمة عنوسة دي تطلق على بنت عندها عدت 30 سنة وما اتجوزتش. ولكن تعالوا ندردش في المطلق بعيدا عن الدراسات وبعيدا عن الأبحاث وبعيدا عن كل الكلام ده. إيه السبب في الظاهرة دي؟ إيه اللي خلى سن الجواز يتأخر؟ هسأل أسئلة كتير، ويمكن حضراتكم الحلقة دي لما هتترفع بعد كده على اليوتيوب بعد الهوا على طول جاوبوني على الأسئلة، اللي هيشوف الحلقة جاوبوني على الأسئلة. هل في حالة خوف من الارتباط والمسؤولية هو ده اللي مخلي الشباب تعزف عن الجواز؟ هل في حالة خوف من البنات من الارتباط بسبب تجارب شافوها مع أهليهم، أب قاسي، أخ قاسي، ظروف سيئة أسرية في البيت، فهي خايفة تكرر التجربة تاني وتعيش مع زوج يطلع بنفس الشكل؟ هل القصص والروايات اللي بنسمعها كل يوم بسبب المشاكل الزوجية دي الحاجة اللي بتخلي البنات تخاف تاخد الخطوة دي؟ كل دي أسباب. أنا بسأل هل النهاردة البنات اللي مرتبطة بأعمالها وبمستقبلها وعايزة تحقق نفسها وتحقق ذاتها، أول ما بتخش في مجال العمل وبتنجح بتأجل مشروع الجواز ده خالص لأنها شايفة قدامها تارجت عايزة تحققه؟ طيب كل ده احنا بنتكلم عن البنات. هل برضو البنات يعني عايزة أقول نفسيا ومعنويا وتركيبتها غير قابلة أن يكون لها شريك حياة؟ طيب هل الولاد النهاردة خايفين برضو من المسؤولية؟ هل النهاردة الراجل اللي مرتبطش قبل كده بقى دمه تقيل بالنسبة للبنت اللي عايزة ترتبط، هتلاقيه عيل خام فما يلزمهاش؟ طب ما هو اللي ارتبط 30-40 مرة واللي مقضيها وعايش بالطول والعرض ما بيلتزمش وما بيرتبطش لأن هو مبسوط في وضعه الحالي كده. هل وهل 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 أسئلة كتيرة جدا يجاوبون عليها الأخصائيين النفسيين، ولكن نقطة مهمة جدا أنا عايز أوصل لها النهاردة. يمكن كل المقدمات اللطيفة اللي احنا بنحكي فيها دي علشان نوصل لحاجة معينة. ظروف الاقتصادية السيئة اللي بتمر بيها الكرة الأرضية ككل، تعالوا نقول ان احنا ظروفنا الاقتصادية دي مش حالة شخصية لمصر يعني، مش حالة خاصة بمصر، ولكن دي حالة
بتمر بيها كل الكرة الأرضية، كل دول العالم بيمروا بالأزمات الاقتصادية. يمكن عندنا احنا ظاهرة جدا، لأن احنا خارجين من ثورتين وخارجين من كورونا، وبعد كده دخلنا في الأزمات الاقتصادية، دخلنا في قروض وسلف البنك الدولي وسعر تعويم الجنيه، والدنيا عندنا راحت في السكك دي، وده من الحاجات اللي بوظ يعني أكتر الوضع الاقتصادي في مصر. الخطط الاستثمارية المبالغ فيها، حاجات كتيرة جدا بوظتنا. ولكن النهاردة في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، هل يجوز تعنت أهل العروسة؟ وركزوا في النقطة دي، وياريت الرسالة دي توصل لكل أب وكلهم. تمسك وتشدد وتعنت أهل البنت بكل اللي كان بيحصل أيام ما كانت الظروف الاقتصادية كويسة جدا والناس ما كانتش قادرة تحققه. يعني لما كانت ظروفنا الاقتصادية معقولة نوعا، كانت برضو متطلبات الجواز تقيلة جدا على الولد. فنلاقي الناس البسطة، الناس اللي على قد حالهم بيعرفوا يلموا حالهم ويتجوزوا. بتلاقي أب في منطقة ريفية باني لابنه شقة فوق البيت عامل فيها، يعني لمين الموضوع. الأسر الغنية بتلاقي الأب تقريبا هو اللي بيتجوز. ليه بقى؟ شقة، عفش، مهر، شبكة، عربية، شهر عسل، فرح ما حصلش، كل حاجة، فستان عروسة، كل ده بيتوفر بمنتهى البساطة، والشاب مؤاخذة بيخش بمجهوده الشخصي، مش أكتر من كده. ده إن صح مجهوده الشخصي، لأن احنا كمان بنشوف اليومين دول شباب لا يصح مجهودهم الشخصي خالص، حتى ده مش نافع. الطبقة المتوسطة اللي في النص هي دي اللي كانت بتعاني، لأنه عايز شقة وأهل العروسة متمسكين بشقة، وهو هيجيب منين؟ عايز شبكة وأهل العروسة متمسكين لسه بالعادات الشيك بتاعت زمان، عايزين ألماز. أنا بتكلم على الطبقة المتوسطة اللي شافوا طراطيف العز. عايز أجهزة كهربائية، عايز وعايز 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 فرح، كل ده حمل تقيل قوي، هيجيبه منين؟ أبوه ما يقدرش يساعده في كل ده، ولو ساعده ممكن يساعده بمبلغ صغير جدا، والولد عشان يكون نفسه في ظل المرتبات المنيلة اللي احنا عايشين فيها ما كانش هيقدر يكون نفسه، فبالتالي بيتأخر سن الجواز. طب النهاردة بقى في الظروف الكحلي اللي احنا فيها دي، وانا آسف جدا ان انا بقول لحضراتكم انها ظروف كحلي، لان هي كحلي بجد، كحلي على كل البشر. الولاد يتجوزوا ازاي؟ البنات تتجوز ازاي؟ فانا بوجه رسالة النهاردة من خلال برنامجي لكل اب وكل ام، ارفقوا بالشباب، ارفقوا ببناتكم. النهاردة موضة الايجار الجديد دي ما بقتش موضة، ده بقى الزام علينا جميعا. النهاردة شباب كتير جدا عشان يتجوز مش هينفع يشتري شقة، هيجيب منين مليون واتنين مليون وتلاتة مليون واربعة، هيجيب منين الارقام دي؟ انما يقدر ياخد شقة ايجار جديد ويقدر يقاوح في الحياة ويكمل. الشبكة مش لازم تبقى المصايب السودة اللي بنشوف الناس يعني بتعملها، مش لازم الألمازات والمحبس لا، نلم الحدوتة. الأفراح والمظاهر الغريبة اللي احنا عايشين فيها دي أصبحت مش ملزمة للإنسان وهو بيتجوز، لأن الفلوس اللي هتتصرف على فرح الأولى بيها إن العريس والعروسة يجيبوا في بيتهم حاجة، يسافروا يتفسحوا حتى شرم الشيخ، غردقة، اسكندرية، بلطيم، جمصة، أي مصيبة، ولا إن هم يصرفوا كل الفلوس دي علشان فلان يأكل وعلان يشرب وطنط فلانة ترقص والله فستان العروسة. حلو، نفرح. كل ما بنتشبث بطلبات زيادة وبنحمل على الولد زيادة أكتر من طاقته بيبعد، مش عايز يرتبط، بيلم إيده عن الجواز. في النهاية إيه النتيجة؟ النتيجة بنتك هتقعد في حضنك، بنتك هتعنس. النهاردة انت علشان تجوز بنتك وشايف الولد امكانياته مش سامحة انها تحقق له كل احلام حضرتك مش احلام العروسة،
فبتقول له لأ وبتجوزها بالغصب لحد تاني انت اللي اخترته علشان ابوه غني ويقدر يريح البت ويعيشها في مستوى. طيب هل انت متأكد ان الفلوس هي اللي هتريح بنتك؟ المستوى اللي انت بتحلم بيه والشبكة والفرح والتلاجة والغسالة هي دي وسائل الراحة لبنت حضرتك؟ ولا انها هتتجوز واحد بتحبه ويبنوا حياتهم سوا؟ قصة من القصة العجيبة اللي سمعتها، ولد راح يتقدم، فأبو العروسة بيقول له أنت بتشتغل إيه وعندك إيه وإمكانياتك إيه وشقتك إيه والدنيا وكل حاجة تمام. قال له هتقدر تسفرها برا مصر تتفسح كل سنة كم مرة؟ الولد قال نعم. تسفر مين؟ قال له تسفرها تتفسح. وهو راجل مستوى عادي يعني، ما هوش راجل فلكي يعني. قال له أنكل حضرتك أول مرة تسافر برا مصر كان بعد كم سنة من جوازك؟ قال له بعد 20 سنة. قال له جاي تسألني أنا أصفر بنتك كل سنة فين؟ فشوفوا عقليات الناس راحت فين. وفي الآخر نقول سن الجواز بيرتفع، في عنوسة، في وفي وفي، وبناتنا حضت وهي قاعدة جنبنا. طيب ما أنا أحط في دماغي إن البنت لو حبت من حقها تختار، من حقها تخوض التجربة، ومن حقي عليها كأب إن أنا أرشدها، إنما ما أجبرهاش، لأن عمر الجواز ما كان بالإجبار. كمان لما الاقي البنت جايبه ولد ابن ناس وفي بوتنشال، ولد كويس جدا ومحترم وبيسعى على اكل عيشه وعلى مستقبله، اساعده اسنده. حدوته يا ابني احنا بنشتري راجل دي انتهت. دلوقتي بنشتري نيش، بنشتري سفره، بنشتري ذهب، بنشتري بلاوي زرقاء، ما بنشتريش راجل. طيب حضرتك هتستفيد ايه لما تدي بنتك لراجل مستريح ماديا، مش كده، خلينا نجنب كلمه راجل دي، شاب مستريح ماديا وابوه مجهزه بالكامل، ولكنه لا يعي ولا يعرف يعني ايه جواز. لما يقع في مشكله بابا الحقني، يبقى ابن امه، يبقى اخته الكبيره متحكمه فيه، يبقى ابوه هو اللي سايقه، تبقى الدنيا كلها ماشيه وهو ماشي على الله حكايته في وسط الحكاية، وتديه هذا الرجل، تديله بنتك أغلى ما عندك. هل ده يجوز؟ هل ده صح؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، وياريت الناس تسمع وياريت توصلوا الرسالة. عمري ما بقول شير الحلقة، عمري ما بقولها، إنما النهاردة بالذات هقول شير الحلقة علشان توصل لأكبر عدد من الأهالي. احنا كمان هنقطع المقدمة دي لوحدها علشان تبقى واضحة وصريحة، رسالة إلى كل أب وإلى كل أم عندهم بنت